في دليل إرشادي هذا سنشرح لك كيفية تعبئة حسابك في بورصة الكريبتو MEXC وشراء كوين سمارت وسحبها إلى محفظتك. تستخدم كوين سمارت كغاز لجميع المعاملات مع ألتيما، ولإجراء معاملات سبليت يجب أن تمتلك ما لا يقل عن 5500 سمارت في محفظتك. الخطوة الأولى تعبئة الحساب. قم بتسجيل الدخول إلى البورصة واختر Wallet Deposit، ثم اختر من قائمة العملة الرقمية التي تريد إرسالها إلى البورصة والشبكة المطلوبة. بعد ذلك انقر على Click to Generate Address. بعدها سيظهر لك QR Code للتعبئة بالإضافة إلى العنوان الذي يمكنك نسخه. أرسل عملة الكريبتو إلى هذا العنوان بالطريقة المناسبة لك. يجب الانتظار حتى تتم معالجة المعاملة. عند انتهاء المعالجة سترى أن رصيد المحفظة قد ازداد. الآن يمكنك إنشاء أول أوردر طلب. الخطوة الثانية شراء سمارت. في الصفحة الرئيسية اختر سبوت، وفي النافذة التي تفتح في قسم البحث أدخل اسم عملة الكريبتو التي تريد شراءها. لنبحث عن سمارت. سنرى أن الزوجة سمارت / USDT متاح للشراء. بناء على ذلك يوجد طريقتين للشراء. يمكنك شراء سمارت بسعر السوق أي السعر الحالي، أو تعيين طلب محدد بالسعر المطلوب. يمكنك أيضا تعيين طلب إيقاف محدود وهو Stop Limit Order الذي يسمح لك بتحديد سقف الإيقاف Stop Price وسعر الحد في نفس الوقت للتحكم في تنفيذ تداولك. اختر نوع الطلب المطلوب وحدد السعر الذي تريد شراء سمارت به في حالة وجود طلب محدد وعدد سمارت التي تريد شراءها، ثم انقر على زر Buy Smart. تم الأمر، لقد اشتريت سمارت من بورصة EMXC. الآن يجب تحويلها إلى محفظة سمارت وولت. الخطوة الثالثة سحب سمارت إلى سمارت وولت. لإرسال الكوينات من البورصة تحتاج إلى نسخ عنوان محفظتي. للقيام بذلك افتح تطبيق سمارت وولت وانقر على بطاقة سمارت. سيظهر لك عنوان محفظتك الخاصة الذي يمكنك نسخه بالنخر على أيقونة النسخ. اتبع عملية النسخ بصورة صحيحة لتصلك كل كوينات السمارت على محفظتك. بعدها ارجع إلى EMXC وانتقل إلى وولت واختر Withdraw. أدخل اسم سمارت في شريط البحث. بعدها أدخل عنوان المحفظة المنسوخة وعدد سمارت الذي تريد إرساله. أكد الإرسال وانتظر إتمام معالجة المعاملة من خلال البورصة. بمجرد إتمام معالجة المعاملة ستستلم الكوينات في محفظتك الخاصة. شكرا لك لاهتمامك. مع السلامة.